المزيد ينضم لنا هاتفيا الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وللسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. في يوم من أعظم وأجمل أيام مصر. نعم. النهاردة بالنسبة لي أنا شخصيا وأنا أتابع الافتتاحات واستعادة روح التنمية الحقيقية إلى سيناء، بالنسبة لي هذا اليوم هو إعلان انتهاء الاحتلال الحقيقي لسيناء الذي دام عقودا طويلة. عندما تبدأ سيناء تنمية حقيقية بإرادة سياسية واضحة وبفرض قدرة وسطوة الجيش المصري على ربعها بشكل حقيقي، هذا بالنسبة لي هو إعلان انتهاء الاحتلال لسيناء للأبد بإذن الله. وأتصور أن رسالة السيد الرئيس بضرورة أن تكون أعيننا مفتوحة دائما هي رسالة بأننا نريد أن تكون نهاية هذا الاحتلال بكل جوانبه هي نهاية مستدامة وليست مؤقتة. هذا هو الهدف الذي تتحرك مصر كلها من أجله والذي ناضلت مصر من أجله لعقود وقرون طويلة. سيناء يا سيدي ليست مجرد بقعة من أرض مصر مليئة بالثروات أو نريد أن نملأها بالبشر، سيناء هي الروح الحقيقية لمصر. سيناء مكانتها، يمكن أنا لا أريد أن أستدل بأمور دينية، لكن سيناء يمكن هي البقعة الوحيدة المذكورة في القرآن بأنها مقدسة. عندما نتحدث عن القدسية فنحن نعني بذلك أنها خالية من رجس الشيطان. وأتصور أن الجيش المصري قد أزاح رجس الشيطان من سيناء إلى الأبد بإذن الله. التنمية تفضل أستاذ محمد. التنمية الحقيقية هي التي تضمن ذلك، هي التي تضمن لأبناء سيناء أولا الصمود، الصمود المستمر وليس الصمود المؤقت وليس حياة يوم بيوم، وهي التي تضمن أيضا أن يكون الجناح الشرقي للأمة المصرية لقلب مصر مؤمنا. لا يمكن أن يستمر أو لم يكن ممكنا ومتصورا ونحن نعيد التمركز كدولة مصرية من دولة نامية إلى دولة إقليمية كبيرة إلى ما هو أبعد ذلك، لم يكن ولا يمكن أن يتصور أن يكون جناحنا الشرقي منكشفا أو مكسورا أو مهدرة ثرواته أو مفتقدة قيمته الروحية التي هي الأساس لقوة وقدرة ومكانة سيناء، ليس فقط بالنسبة لمصر لكن أو للشعب المصري حتى، لكن لشعوب العالم كله. وأنا كنت أتمنى أن يتم بالتوازي مع هذه الافتتاحات إشارة في أجهزة الإعلام كلها للمكانة الروحية التي تحظى بها سيناء في كل الكتب السماوية المقدسة. فالموضوع ما هواش ببعد مادي فقط، موضوع له بعد روحي مهم جدا ولا يقل عنه. يعني فإنما في إرادة سياسية اليوم يتم إنفاذها. إذا تحدثنا عن البعد الاجتماعي أستاذ محمد لعمليات التنمية، البنية التحتية والتنمية الاقتصادية وكل هذا الزخم الكبير الذي تشهده سيناء في الفترة السابقة والفترة الحالية، المردود الاجتماعي على أهالي سيناء برأيك؟ أنا يعني كان لي الشرف في مرحلة شبابي ومراحل لاحقة أن أكون لي زيارات عديدة لشمال سيناء وللعريش تحديدا ومناطق محيطة بها. أبناء سيناء على سبيل لديهم حرف وصناعات يدوية ولديهم منتجات خاصة جدا فيها. تخيل حضرتك أن هذا الناتج اللي ممكن إحنا نعظم من قيمته بشكل كبير جدا ونبني عليه اقتصاديات، صناعات صغيرة دي تقيم اقتصاديات دول. هذه المنطقة الكبيرة في المساحة والكبيرة في الإمكانيات والخصوصية بما في ذلك منتجات سيناء لم يكن لها منفذ بحري حقيقي، يعني وكأنها محاصرة برية، رغم أنها محاطة شمالا ببحر وجنوبا ببحر وغربا بقناة، هي شبه جزيرة. إزاي ما فيش منفذ بحري قوي وحقيقي؟ فتطوير ميناء العريش على سبيل المثال
عندما تتوفر هذه الإرادة السياسية الصلبة لأن يتم تطوير أمينة حقيقي مش مجرد عنوان مينا. ده موضوع مش سهل، ده موضوع، وأنا بقول لحضرتك وإحنا أنا الموضوع في رؤيتي هو إنهاء للاحتلال حقيقة. فجزء من إنهاء هذا الاحتلال ألا تكون سيناء محاصرة بحريا بدون ميناء حقيقي. ميناء مش بس يصدر لكن يضمن لهذا المكان النفاذ إلى أسواق العالم بمنتجات، مش بس منتجات لكن الثروات اللي موجودة في سيناء. كنز مصر حقيقي، أنا بقول لحضرتك سيناء والصحراء الشرقية كنز حقيقي، ومن لا يصدق ذلك. هناك برديات مصروفة من عشرات السنين موجودة في متاحف وفي مقدمتها متحف تورين، فيها أماكن للخرائط بالكنوز والمناجم الموجودة هناك. حان الوقت لنكتشف الثروة الحقيقية اللي موجودة في سيناء التي تستطيع أن تعيد لمصر مكانتها وقوتها الاقتصادية التي هي عماد قوتها السياسية. والإرادة السياسية الآن من رأس الدولة الرئيس السيسي موجودة لفعل ما تتحدث عنه أستاذ محمد. الرئيس اليوم يؤكد على أهمية وعي الشعب خصوصا في ظل الكثير من الشائعات التي يروج لها أصحاب الشر. نعم يا فندم، وأنا بحب أتحدث بصراحة وأضع الأمور بمسمياتها الحقيقية. ما تتعرض له مصر حاليا من حرب نفسية تستهدف شعبها وثقته في قيادات وحكومات والآن جيش، بالتوازي مع عملية أو محاولة ارتيال معنوي للقيادة السياسية المصرية. عمليات ارتيال القادة الملهمين في الدول لا تتم دوما ماديا، لكن في حاجة اسمها الارتيال المعنوي عبر التشكيك المستمر في رشادة قرارات هذه القيادة. ده اللي بيحصل، في حاجات كتالوجات مصممة للدائم، لكن أيضا يتم استهداف مؤسسات الدولة السيادية بهذه الحرب النفسية وبمحاولة الاغتيال تلك. هذه أمور تدار من الخارج من نفس القوى التي دفعت بميليشيات وبسلاح وبتمويل وبخطط وبمخصصات مخابراتية وأمنية حتى تضرب سيناء ولا يعني ترى عملية التنمية أو الاستقرار لها سبيل. فمحاولات الاغتيال المعنوية دي مستمرة، وأحمد الله أن أجهزة الدولة أولا على قدر كبير من الوعي لمواجهة هذه المخططات، لكن إنجاح قدرتنا على التصدي للاغتيال المعنوي لقيادتنا ومؤسساتنا السيادية وبالتالي لشعبنا لا يتم إلا بتوازي المخصصات والقدرات التعامل مع ذلك، ومنها الوعي الشعبي المصري. إحنا مش بنتحرك كشعب وحكومة وأجهزة بمعزل عن بعضنا البعض. الحرب النفسية اللي بتدار وتحاك ضد مصر دلوقتي بيراد منها أن يتم التفرقة بين كل هذه المؤسسات، وأن يشاع أو أن يعني يتم التحرك على فكرة أساسية مفادها أن ما تقوم به الدولة ليس أبدا لصالح الشعب. طيب اللي احنا شايفينه في سيناء إزاي مش لصالح الشعب؟ إزاي إعمار سيناء مش لصالح الشعب؟ إزاي إقامة ميناء حقيقي في سيناء مش لصالح الشعب؟ إزاي الدعم كل هذه الشركات التي تعمل في سيناء للبناء والبنية التحتية وغيره والإسكان وغيره وغيره، ده مش لصالح الشعب. إنما هم بينطقوا أمور معينة ويتم تضخيمها بآلات مخابراتية حقيقية تستطيع أن تخلق الوهم. حضرتك أنت ممكن تنظر إلى صورة على الحائط وتراها بمنظور معين، لكن أنا ممكن أغير زاوية نظرك فخليك تشوفها بمنظر آخر. يعني كما تعلمنا في الصحافة دائما أستاذ محمد، الصورة بألف كلمة، والصورة الآن على شاشة إكسترا نيوز وفي كل حتى وسائل إعلامنا المصرية وحتى الدولية اليوم، صورة بأكثر من ملايين الكلمات. التنمية والتعمير في سيناء حاله كحال كل بقعة من أرض هذا الوطن. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معي هاتفيا من القاهرة.